يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم؟ هل يجوز ذلك؟ إيش؟ يقول هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم؟ كيف يرد مظالم الناس؟ يعني إذا ظلمت أحد وأخذت ماله، مثل ما سبق في الجواب اللي قبل هذا، أنك إن علمته أو علمت قريبه أو وارثه ترده عليه، وإذا لم تعلم فإنك تتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، وأما الصلاة لا، الصلاة لا، لكن الدعاء تدعو لهم نعم، أما الصلاة ما يصلي أحد عن أحد. نعم.